عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي لقاء مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك ضمن جولتها الأوروبية في إطار حملة شارك بصوتك لتحفيز وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. أكدت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين بالخارج في اختيار القيادة والتوجه المستقبلي للدولة والحفاظ على مكتسبات الاستقرار والإسراع باستكمال طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة هي مهمة وطنية بجدارة.